للسنة الخامسة على التوالي درج جميزي سان نيكولا بيستقبل كابريولي فيلم فاستيفال بنجاح ساحق، فينا نقول ابراهيم مزبوط هيك بنجاح باهر. برافو ابراهيم، انت اسست هالمهرجان كنت عارف انه حياخذ هالضجة؟ هو كل شغلة، كل فكرة حدا بيكون عنده اياها يعني ما بيتوقع انه رح تنجح لهالدرجة، او بين الفكرة والماتيريال في كثير فرق يعني. واحد مهم بس يشتغل على الموضوع اكيد رح يوصل يعني، بس يحط كل قوته فيه وكل الباسيون اللي هو بحس فيها اللي عنده اياها للافلام. للي ما سامعين بعد بكابريولي فيلم فاستيفال كيف بتعرف عنه؟ هو فيستيفال على درج جميزة كل سنة باخر ويك اند من شهر مي، جمعة سبت احد من 8 ل 11، ودائما هي بنعمل دعاية 8 مش على اللبناني، انه 8 شارب بنبلش سكرينينج. الفيستيفال للشورت فيلمز، ما في جندر معين يعني، في فيكشن انيميشن ستوب موشن كل شيء تكنيك كل معين الأفلام. وكل سنه بنعمل تيم، على اساس هيدا التيم نختار الافلام، اكيد مش اخر افلام عم تنزل هلا، فينا ننزل للكلاسيكال بس مهم ريليتد لهيدا التيم. كيف يعني فيك تنزل للكلاسيكال؟ يعني حتى فينا في افلام مش ضروري تكون 2013، يمكن تكون 95 82 سنين، ما كثير مهم. وعلى اي اساس تختار التيم؟ السنه مثلا مختار تشينج مزبوط تغيير. هو الموضوع اللي عم بيصير عاده الجلوبال بنختاره، مثل مثلا هذيك السنه كان بيوند بوردرز، لان كان بعد عم بيصير في ثورات بالعالم العربي، اللي قبلها كان بابليك سبيس، كانت قيمه لقيامه عن انه ما في ساحات عامه بلبنان، حتى بالكل العالم بتقدري يعملوا كوميونيكيشن بين بعضهم العالم. هالسنه اكيد يعني مش معقول ما نختار تشينج، بس تشينج مش بس في مواضيع لحالها بتفرض حالها يعني. مزبوط هيك، مش بس بوليتيك التشينج يعني، حيالله شيء صغير تشينج عم بيصير على شيء بيرسونيل هو اللي رح يغير كل شيء بعدين، او عم رح يغير ماس بكامله يعني. شو الافلام اللي اخترتها مثلا ب لا مش انا بختار الافلام، في جوري كل سنه هي اللي بتختار الافلام صح، وعلى اساس هيدي الجوري يعني كل واحد مختص بشيء هو اللي بيختار كل هدول. يعني مجموع الافلام اللي تعرض بين 24 ل 26 شهر كم فيلم بيكونوا؟ هن 47 فيلم من اصل 400 تقدموا، اكيد منشان دائما ليبانيز اند انترناشونال، كثير بهمنا انه يكون في ليبانيز اند انترناشونال فيلمز، هيك العالم بتشوف بهذا الموضوع تشينج قديه بتختلف بوينت اوف فيو بين لبنانيه وغير من العالم كله. نحن كيف كل واحد بيشوف تشينج من الانجل الخاص فيه او من زاويته الخاصه. مزبوط. 400 فيلم بدهم سكرينينج لحتى حدا يختارهم يعني، بدهم حدا متفرغ، بدهم ايه هالجوري منين عم تدفعوا له لحتى تفرغ حالك هو يعني الأفلام. انه عن جد في شغله كثير مهمه، دائما في الشيء المادي ملغى، لانه في ناس عندها عن جد شغف تحضر افلام وتنقي افلام وتتعاون مع الدايركتورز. هذا الشيء بيسعدنا لانه عاده كل العالم بتنق انه بدها دعم مزبوط مادي. مزبوط. هلا اكيد الدعم المادي اجباري لنقوم بماتريال للفستيفال، بس انه في الشق الانساني كثير مهم، وهذا اللي بهمنا اكثر، هذا يمكن اللي بنجح الفستيفال كل سنه. فهن متطوعين بيختاروا هالافلام من لبنان كل سنه والعالم. في جريم مختلفه لما يكون زيت المود كل سنه، انه عم بيقدموا انه بيعرفوا شو المود تبعهم انه عم يختاروا الافلام على الاساس. بعدك مذكر اول سنه عملت كابريولي فيلم فاستيفال كم أكيد. شخص تقدموا؟ صراحه اول سنه كان تيست يعني، كان بس افلام لبنانيه وحكينا مع الجامعات، وكان انه كان كل شيء بوزيتيف انه ايه ليه لا. هالسنه عن جد تحول كل شيء، حتى من الكرو صار في كرو عن جد بروفيشنال مش مثل السنين اللي قبل، حتى كان في كات بكابريولي بسنه معينه تحول الفستيفال. هالسنه في كولابوريشن مع غير فستيفالات، مع الاي سي يو، مع بغداد انترناشونال فيلم فيستيفال، مع ال 104، مع ميدل ايست ناو من فلورنس، يعني حتى الكولابوراسيون هيدي بهمنا نبعث لهم افلام لبنانيه وناخذ افلام من عندهم، هيك بصير بنقدر نعمل بروموسيون، مش بس جينا على الفستيفال وحبينا الافلام، لا بدنا انطباع على كل السنين. يا ترى الاجانب اللي بتعرضوا لهم افلامهم بيجوا ليحضروا الفستيفال؟ في اربعه هالسنه جايين، وحده من الهند واثنين من مصر وواحد من العراق، واكيد ميدل ايست ناو جايبين دايركتور من برا من ايطاليا رح يشوف فيستيفال لنعمل كولابوراسيون اكثر.
والافلام اللبنانيه اللي بتحاولوا يعني توصلوا لها صوتها ابعد هي شورت موفيز بتاخذوهم من ستودنتس اول شيء بالجامعات من طلاب الجامعات كلهم بيشاركوا يعني الديبارتمنت الاوديوفيزيوال بيقدموا الافلام وفي دايركتورز من برا هن بيكونوا عاملين الفيلم وبيكون بالتايم تبعنا بيقدموا الفيلم. طيب خليني اسالك عن الجوري، مين الجوري اللي بتختار الافلام ابراهيم؟ في ناس ما بحبوا يذكروا اسمهم، في ناس بقى بفضل هيك تضل لانه بنعملها اوبن دور على الجاليري، هي اللوكيشن تبعها على درج الجميزي مطرح ما بيصير الفيستيفال. بقى حتى الدايركتور في نحن عم ننقي الافلام والجوري بتكون موجوده، في يفوت ويسمع اراء الجوري شو عم يحكوا هن. اوكي. هيدي هي الشغله اللي كثير مهمه دائما، يعني في شفافيه، ما بدهم يقولوا هن شو اسمهم بس انه بيقولوا ليش اختاروا هالفيلم، ما اختاروا هيدا. مزبوط. بنضل جمعه الماكسي جمعه الرك، يعني عم نحكي يعني ثلاثه على بكره اثنين على بكره بيكون شغل ماشي، وبنكون الايميلات عم نبعث لهم انه هلا السلكشن اول سلكشن قطعت هلا ثاني سلكشن، يعني بيكون دائما في كونتينيتي لها. اوكي. براتيك ما هي كيف بتصير؟ بتعرضوا الفيلم على درج الجميزه والعالم تقعد على الدرج وبتحضر الافلام؟ مزبوط. سكرين بتنحط سكرين وحده، يعني سكرين كل فيلم لحاله بينعرض مش عده افلام بنفس لا 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 الوقت. سكرين وحده على نص الدرج كبيره، سكرين عن جد كبيره مع الساوند سيستم تبعها، وتحت السكرين لميله الدرج لتحت بنحط ميني بروجكشنز على الفصادات البنيات هيدي من دون ساوند، ساعتها اللي طالعين بيعيشوا السينما بيكون مطفى الشارع بيشوفوا نفس الاوتبوت بتكون على الميني بروجكشنز من ضمنه الاكران وبيطلعوا بيشاركوا معنا دخلك. هذا اول فيستيفال بينعمل هيك بالشارع بعدراج؟ عاده الفيلم فيستيفال بينعملوا بقلب صاليات مسكره. هي فكره انه كابريولي عملناها انه كنا يعني اوبن الفيستيفال الكوز تبعها للفيستيفال، كل ما نروح على فيستيفالات بنشوف عن جد يا المهووسين بالافلام يا كل شيء خصو بالاوديو فيزيوال عم يحضروا الافلام، قلنا ليه ما بننزلها على الشارع لنقدر نشوف عن جد العالم يلي ما بيعرفوا شو الشورت فيلم او شو الفيستيفال سينما انه في عن جد بلبنان، نقدر نخسل من السيركل اللي اكبر يعني من الاوديو فيزيوال. يعني هذا كمان نوع من انه تنزل ثقافه الفيلم على الشارع تخلي الناس اكثر، اذا هن بحبوا انه هيدا ليه ما بناخذ الفيستيفال لعندهم، انه ما ضروري كل شيء يكون بقلب محله يعني. طيب الفيستيفال بين انه نجح من وراء الافلام اللي عم تشترك والطلب مزبوط. اللي عم بيزيد عليه، الببليك اللي عم يحضروا كمان زاد؟ هلا في شغله بنعملها زياده كمان ورح خبرك عن كومبيتيشن عملناها بنفس الوقت مع كابريولي. الشغله بنعزم كل شيء برودكشن هاوسز وكل شيء ادفرتايزنج ايجنسيز، بس يحبوا الفيلم الداتا مفتوحه لالهم ليتعرفوا على الدايركتور ويصير في شغل بيناتهم. يعني بتقدموا لهم خدمه زياده بعد لانه الفيستيفال موجود والدايركتورز بيكونوا موجودين، ليه ما بنعمل لهم سوق يعني العمل يكون عن جد يكون اكبر. وهالسنه هي اول سنه بالشرق كمان بتصير مع الاي ال او انترناشونال ليبر اورجانيزيشن، عملنا كومبيتيشن اسمها Get Your Story Out. حيلا حدا بثلاث لغات اكيد تنزل الكومبيتيشن، في يكتب سكريبت لثلاث دقائق عن شيء ديسكريميناسيون بقلب الشغل، او سمبلي يصور من حيلا سيلولر 1 مينت شو الشيء اللي عم بيصير معه بالشغل ديسكريمينيتيف وعلى اساسها يلاقي الحل. يعني اذا واحد يمكن منه كثير شاطر بالشغل او معه اتش اي في او المختلف اللون تبعه او يعني مقعد بيقدر يصور شو الديسكريميناتيف اللي عم بيصير معه، بس عشرت يقول اخر جمله يمكن يكون ريبورتاج يمكن يكون سايلنت فيلم هو بيختاره شو الحل بنظره ليتخلص من التمييز اللي عم يتعرض له. لانه عاده أوكي. اللي بيكون ديسكريميني هو عنده الحل، بقى بس يقول الحل ساعتها العالم الثاني بيقولوا انه كمان بياخذوا افكار منه بركي عم يتعرضوا لنفس الشيء. طيب هالكومبيتيشن اللي عملتوها مين بيقرر مين ربحان فيها وامتى تعلن النتائج ولا اعلنت؟ لا لا النهار الجمعه في جوري رح تجتمع اللي هي انه من دون الالقاب تبعهم اكيد يعني جورج خباز، ندى ابو فرحات، بهيج حجاج وكارولين لبكي كمان صوروا من السمارت فون تبعهم تعملوا البروموسيون نزلت على السوشيال ميديا ليقولوا انه لحيالله واحد فيه يشترك بالكومبيتيشن وهينه. بتتامل انه هالكابريولي فيلم فيستيفال اللي هو يعني لبناني وانترناشونال يصير عن جد ضمن لائحه مهرجانات العالميه لل هلا في شغله كمان هالسنه عن جد في تحول، يعني مش بس هالسنه كل سنه عم نقول في تحول لانه مثل بولدو ناج عم تكبر وما عم نلحقها.
صار من ضمن مهرجانات وزارة السياحة. من هي رح تعمل لها بروموسيون كمان مع ضمن المهرجانات الكبيرة، بس أكيد بالطابع الخاص تبعه. بقى لا، من هلا عم نشتغل على 2014 وبعد ما بلشنا 2013. ان شاء الله موفقين ابراهيم. ميرسي كثير. بذكر انه الفستيفال رح يكون ب 24 25 و26 الشهر، 47 فيلم من لبنان والعالم رح يعرضوا على درجه جميزه مره اولى لكل اللي حابين يكونوا موجودين من الساعه 8 مش على اللبناني على قولة ابراهيم سماحه ضيفنا. بريك ومنتابع.